السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ندخل في محاضرة النهاردة، هتدينا بس ناخد شوية مسائل كده كاعتبار ابليكيشنز على الفيرست لو والسكند لو، نشوف ازاي ممكن تجيلي تطبيقات او مسائل احلها عشان اجيب القيم المجهولة زي ما هيطلب مني في السؤال. تعال طب نقرا كده الاكزامبل 1. If you had a first order reaction that occurs at a temperature of 70 degrees centigrade, from which 20% was done in a time of 22 minutes, then calculate the specific rate constant, half lifetime, remaining substance after 5 hours. ايه المطلوب في السؤال ده؟ بيقول لي انك عندك تفاعل فيرست اوردر اكشن، هو بيسهلها عليا، هو بيقول لي ان عندي فيرست اوردر اكشن، اول ما اقرا كده فيرست اوردر اروح وقفه واروح على طول كاتبه الايكويشن نفسها اللي قيمت الايكويشن او الريت ايكويشن اللي بتعبر عن الفيرست اوردر. تعال نشوف المساله نحلها ازاي. يبقى انا قدامي ايه دلوقتي؟ قدامي ادي نص المساله اهو، تمام اهو. اول ما قال لي فيرست اوردر رحت موقفه وكاتبه على طول الريت ايكويشن فور فيرست اوردر، انا عاملها لكم هايلايت اهو، تمام. نكمل بقى. That occurs at a temperature of 70 degrees centigrade، بتحصل التفاعل ده عند 70 درجه مئويه. نوقف هنا. هل انا في المعادله بتاعتي فيها اي حاجه بتقول اني هعوض عن التمبريتشر حتى في الانتي بتاعي التايم؟ فاذا انا ما عنديش اي حاجه تظهر في الايكويشن دي ان انا تقول ان التمبريتشر بتاعتي دي ليها اهميه عندي، اذا دي مهما يقول لي ما تلخبطنيش، انا مش محتاجاها، تمام. From which 20% was done معناها ايه بقى؟ معناها بيقول لي من الستارتنج ماتيريال بتاعتك 20% منهم اتفعلوا. was done معناها ايه؟ انتهى. انتهى يعني ايه؟ يعني اتفاعل. completed disappeared، كل المصطلحات دي بتعني ايه؟ بتعني ان 20% دول هم مين؟ هم دول بالنسبه للاكس، دول البرودكت، لان هم طالما اختفوا او انتهوا او اتفاعلوا معناه ان اتحولوا الى نواتج. يبقى اذا اروح موقفه على طول وكاتبه ان الاكس ايكوال 20، تمام. تمام نكمل. in a time of 22 minutes يبقى انا اكتب التي على طول بتساوي كام؟ 22 دقيقه. المطلوب عايز يحسب اول حاجه الريت سبيسيفيك ريت كونستانت اللي هو رمزه كي. طيب نرجع بقى نشوف ادي الايكويشن بتاعتي، هو عايز الكي. عشان اقدر احصل على الكي محتاجه تي عندي، محتاجه الاي مش عندي، محتاجه الاي ناقص اكس مش عندي، لان انا بس عرفت ان الرقم ده هو اكس. اجيبها ازاي؟ بيقول لي اكس هي 20%، 20% يعني 20 من المية. يعني انا لو افترضت ان الاي هي بتاعتي بمية، فتبقى البرودكت او الكمية منهم اللي اتحولت الى واتج 20، فلما اطرحهم يطلع الاي ناقص اكس 80. اصبح كل حاجة موجودة عندي في الايكويشن اعوض بيها مباشرة اجيب قيمة الكي. نخلي بالنا بقى، هو مديني التايم بوحدة ايه؟ منت. يبقى انا هتكون الكي اليون بتاعها الفيرست اوردر رياكشن، هيكون اليون التايم بتاعها بالايه؟ او اليون بتاعتها بالايه؟ مينت ماينس 1. نخلي بالنا عشان اليونت مهمه قوي في حل المسائل، يعني ما يهمنيش انك بس حل وخلاص، لا يهمني تكوني كاتبه المعادله الاصليه او القانون الاساسي بتاعي معوضه وموضحه لي انك فاهمه، والتفسير دي كلها موجوده. اليونت بتاعه كل حاجه بحسبها لازم تبقى متقاله، كل الحاجات دي تفرق معايا جدا في تصحيح المساله. طب تعالى نشوف المطلوب التاني، بيقول لي احسبي لي الهاف لايف تايم. الهاف لايف تايم بالنسبه للفيرست اوردر رياكشن خلاص انا ليها القانون بتاعي معروف، تي هاف ايكوال 0.693 على الكي، ده القانون المعروف. انا عندي الكي جبتها من الخطوه الاولى اعوض بيها اجيب مباشره التايم بالمينت، انا شغلي كله بالمينت. المطلوب التالت عايز ريمينينج كونسنتريشن او ريمينينج سبستانس افتر 5 اورز، يعني عايز قيمه الاي ناقص اكس. ادي برضو المطلوب اهو، انا عوضت المعادله الاساسيه، عوضت ان التي خلي بالنا بقى التي بيقول لي كام؟ 5 ساعات. انا شغلي كله من اول ما اشتغلت وجبت حتى قيمه الكي كام؟ بالمينت ماينس 1. فيبقى لازم كل حاجه عندي تحول الى مينت، يبقى انا هحول ال5 ساعات الى دقائق فاضرب في 60 فيديني هم 300. هساوي واعوض ادي الاي وادي الاي ناقص اكس اللي عايزها، هيبقى المجهول الوحيد الاي ناقص اكس واقدر اجيبه. تمام. يبقى دي كده طريقه الاجابه عن السؤال الاول. طب تعالوا نشوف كده السؤال الثاني. المساله الثانيه بيقول لي if the conversion
of cyclic propane to propylene. cyclic propane هيتحول ل propylene. ده تفاعل، المهم ما يهمنيش هو ايه اللي هيحصل فيه. التفاعل ده first order reaction، برضه هو موضح لي ان هو first order reaction. the specific rate constant قيمته كذا، تمام. يبقى انا مديني الكي مباشرة اهو. the initial concentration is كذا، مديني برضه الـ A لو 25 من 100 مول كل لتر. حلو قوي، موضح لي الدنيا جدا. يبقى انا بنفس الطريقة هكتب المعادلة نفسها اللي بتاعت first order اللي احنا زي ما حليناها في السؤال الأول. عندي ال K، نخلي بالنا K بسكند ماينس 1، فبقى موحدة إن كل التايم بتاعي سكند ماينس 1، خلاص؟ وادي ال A 25 مول كل لتر. المطلوب عايز ال concentration بتاعها بعد أفطر بعد فترة زمنية مقدارها 4 دقايق ونص. إتس concentration عايدة على مين؟ عايدة على ال initial substance بتاعتي، المادة نفسها اللي هي كان تركيزها 25% في الأول. لما مر فترة زمنية مقدارها 4 دقايق ونص، عايز تركيزها ده قد ايه؟ يبقى عايز المعنى ده مقصود بايه؟ مقصود بالـ A ناقص X، تمام؟ عايز المتبقي منها قد ايه؟ يبقى هنا ايه اللي هعملوه؟ هعوض في المعادلة الرئيسية بتاعتي. انا عندي الـ K، عندي الـ Time بس هحوله إلى Second، خلاص؟ وعندي الـ Initial Concentration أهو، هيبقى المجهول الوحيد اللي عندي الـ A ناقص X، أجيبه مباشرة. طيب المطلوب الثاني the time required to reduce the cyclic propane. cyclic propane بالنسبة لي اللي هي الـ initial concentration اهو اللي هو كان تركيزه بالاول كذا. عايز يحسب بقى الزمن المطلوب عشان تركيزه ده يقل ويبقى 5 15 من 100، يعني عشان يبقى التركيز المتبقي بتاعي انا 15 من 100، تمام؟ يبقى برضو هعوض بكل حاجة موجودة معايا، فيبقى المجهود الوحيد بتاعي هو التي. هيبقى عندي الكي موجودة وعندي الاي موجودة، عندي كل حاجة موجودة، فخلاص يبقى بس التي هي المجهول المرة دي واقدر اجيبها. الهاف لايف تايم طبعا ده تعويض مباشر في القانون، لان انا عندي اصلا الكي. تعال نشوف المسألة اللي بعدها. دي مجموعة مسائل انا جايبها لكم، انتوا اللي هتفكروا فيها وهحطها لكم على المودل ان شاء الله، وتبعتوا لي الاجابة عليها. برضو بسيطة، هي بتكون افكار مختلفة عن اللي احنا شفناها، كل مسألة تلاقي فكرة مختلفة، بس كلهم سهلين مباشرين وتعويض مباشر في القانون. تعال نشوف بقى لو انا عندي سكند اوردر مسألة، اي مسألة هتيجي على سكند اوردر الاكشن اقدر احلها ازاي. طب نقراها كده. calculate the rate constant K for the hydrolysis of ethyl acetate in the presence of a base where the concentration of ester at T equals 0 is 0.05 mole per liter while its concentration at T equal 2220 seconds is 0.0228 مول بير لتر، تمام؟ ابص كده على المساله، مش قايل لي خالص هو لا فيرست ولا سكند، مفيش اي معلومه زي ما احنا اتفقنا قبل كده. طب انا هكتب ايه يعني؟ مش عرفني التفاعل اللي هو بيقول عليه ده هو فيرست ولا سكند. لا مفيش حاجه اسمها مش عرفني. ليه؟ لان التجربه دي انتوا اشتغلتوها في المعمل، وبقى عرفنا ان الاستر ممكن يحصل له هيدروليسيس يا اما في اسيدك ميديم يا اما في الكلاين ميديم. لو اسيدك ميديم هيبقى تبع الفيرست اوردر، لو الكلاين ميديم اللي هو البيز يعني هيبقى سكند اوردر رياكشن. ليه؟ لان بالتجربه العمليه اللي اشتغلتيها هتستنتجي انه الريت اوف رياكشن بيعتمد على كونسنتريشن اوف ذا تو سبستانس اللي هو الصوديوم هيدروكسيد اللي هو البيز يعني، وكمان بيعتمد على كونسنتريشن بتاعه الاستر، يبقى هو كده سكند اوردر رياكشن، تمام؟ يبقى اذا التفاعل ده طالما احنا عارفينه واشتغلناه بايدينا فخلاص هو معروف بالنسبه لي هو ان هو سكند اوردر رياكشن. اروح على طول كاتبه القانون بتاع السكند اوردر رياكشن، خلاص؟ وبعدين اشوف كل حاجه تلاقيها موجوده عندك في القانون، واعوض تعويض مباشر وهجيب الريت كونستنت اللي هو عايزه. نخلي بالنا دايما من حته التايم، الوحده بتاعته هنا بالسكند، يبقى كل حاجه عندي تبقى بالسكند. طب ندخل بقى على محاضرة النهاردة، الموضوع الجديد بتاعنا حاجة اسمها بسودو يونيمولكولار رياكشن. بسودو يونيمولكولار رياكشن، بسودو معناها تقريبا، بالتقريب يعني، يعني هو ما اقدرش اقول عليه يونيمولكولار او فيرست اوردر رياكشن،
هو على فكره ساعات بيشيل يوني مولوكلر دي يقول لك بسودو فيرست اوردر رياكشن، ده اصح يعني. مش يوني مولوكلر، انا ما بتكلمش على مولوكلر، انا بتكلم على ان هو فيرست اوردر ولا مش فيرست اوردر. فلما اقول تقريبا هو فيرست اوردر رياكشن، فعايز اعرف يعني ايه تقريبا. يعني في حاجه اسمها تقريبا هو يا فيرست يا مش فيرست؟ لا، في حاجه اسمها تقريبا. ليه؟ لو انا بتكلم عن تفاعل، نشرح كده على المعادله دي عشان نفهم. لو انا قلت لك المولكولاريتي اوف ذيس ايكويشن، هتقول ان هي ايه؟ 2. انا عندي 1 مولكيول، 1 مولكيول هيبقى المولكولاريتي بتاعتي 2، الجزيئيه 2، في 2 جزيء بيشاركوا في التفاعل. طب نيجي بقى نشوف الاوردر اوف رياكشن، هنعمل تجربه خلاص، هنلاقي ان انا مهما ازود اقل الميه مفيش اي تغيير خالص، ستيبل ريت ثابت. لكن لما اجي اشوف الاستر، اقلل كميته ازود كميته، الريت بتاعي بيتغير. فاذا الريت ديبند اونلي اون ذا كونسنتريشن اوف الاستر. فانا مش هقدر اقول فيرست اوردر عشان انا عندي 2، فبسميه عندي 2 مولكيول داخلين في التفاعل فعلا، فبسميه تقريبا هو فيرست اوردر رياكشن خلاص. فبحط بس كلمه ايه؟ بسودو فيرست اوردر رياكشن. طب اصلا ايه اللي يخلي تفاعل زي كده في عندي مادتين او ثلاثة ومع ذلك هو برضو اعتبره ان هو فيرست اوردر رياكشن، لانه مادة واحدة بس التغيير في تركيزها بيأثر على التفاعل؟ قال لي هنا في حاجتين، يا اما يكون مادة منهم موجودة بكمية كبيرة جدا مقارنة بالمادة التانية، او مادة منهم موجودة بتركيز كبير قوي مقارنة بالمادة التانية. فاذا المادة اللي موجودة بتركيز كبير او بكمية كبيرة جدا، النقص اللي فيها او الكمية اللي تستهلك منها طول وقت التفاعل كمية صغيرة اوي، ممكن اعتبر ان ما بنقصش حاجة اصلا، هعتبر ان كميتها ثابتة مفيش نقص فيها، فبالتالي اصبح المؤثر الوحيد على سرعة التفاعل هي المادة التانية. وانتوا اشتغلتوها تجربة في المعمل وعرفتوا ان انا باخد يمكن تقريبا 5 ملي على لتر من المية، فكمية المية كبيرة جدا، فكمية اللي منها بتستهلك طول فترة التفاعل كمية صغيرة ويمكن اهمالها، يعني كان بينجليجبل، يمكن اهملها خالص كانها ما نقصتش ولا حاجه، كان كميتها ثابته زي ما هي. فاذا النقص في التركيز ده، لا ده محسوس. عارفين بالظبط عشان ابسطها لكم، زي ما يكون واحد معاه مثلا 10,000 جنيه وواحد معاه 10 جنيه، ال 10,000 دول لما نقص منهم 2 3 جنيه ممكن ما يحسش بيهم، يعني هعتبر كان ال 10 بتوعي زي ما هم، ايه 2 يعني 3 بالنسبه ل 10,000 جنيه. غير اللي معاه 10 جنيه، لا 2 3 جنيه لما يقصوا منهم لا تفرق كتير، يبتدي بقى يشوف الفرق ده هعمل بيه ايه، ده انا راحوا فين، طب الباقي ده هجيب بيه ايه. فهي دي نفس الفكره، لما اكون انا بادئه تفاعل بلتر استهلكت منه 2 مللي، يعني 2 مللي بالنسبه لل 1000، غير لما اكون بادئه التفاعل اصلا ب 5 مللي ونقص منهم 2 3 4 5 مللي، يعني لا واضح جدا ان دي اكيد دي الماده اللي تركيزها والتغيير فيها طول وقت التفاعل هي اللي بتغير في الريت اوف رياكشن. فعشان كده التفاعل ده بسميه بالسودو يوني مولكيولر او بالسودو سوري فيرست اوردر رياكشن. طب ادي له تعريف ايه؟ لو انا قلت لك ديفاين ذا بالسودو فيرست اوردر رياكشن، هقول ذيس ار رياكشنز ان ويتش او ذات كونتين مور ذان وان رياكتنج مولكيول بات ذي ار كونسيدرد اور ذا فيرست اوردر، يعني عباره عن تفاعلات فيها بتحتوي على اكتر من ماده متفاعله، اكتر من جزيء، لكنها بتتبع الفيرست اوردر رياكشن. وعرفنا ليه بتتبع الفيرست اوردر رياكشن. في مثال برضو تاني على البسودو فيرست اوردر رياكشن، وهو بقى المولكيولاريتي بتاعته مش 2، ده المولكيولاريتي بتاعته 3، يعني 3 مولكيولار رياكشن، تفاعل بين الاسيتيك انهيدرايد مع الايثايل الكحول. تمام، لو نبص كده طبعا دي المعادله دي موزونه بعيني كده اشوف المولكيولاريتي، هنا 2 هنا 1، يبقى ده المولكيولاريتي بتاعته 3، يعني الجزيئيه بتاعته 3. لكن لما اجي اعمل تجربه عمليا ونشوف انهي ماده فيهم بتغير في الريت اوف رياكشن، هلاقي فقط هي الاستيك انهيدرايد اللي بتاثر في الريت اوف رياكشن. ليه؟ لان برضو الايثر الكحول انا واخد كميه كبيره جدا، نفس التفسير اللي قلناه قبل كده، وبالتالي البارت من الايثر الكحول ذات كونسيومد يستهلك during the reaction اثناء التفاعل is so small compared to the large amount of ethyl alcohol. So this small amount can be negligible، يعني ممكن اهملها. So the only substance that affects the rate of reaction is acetic anhydride. So this reaction is first order reaction or actually pseudo first order reaction. طيب ندخل على الموضوع التاني اللي هو third order reaction. Third order reaction
لو اديها definition كده زي ما عملنا في الفيرست وفي السكند نفس الطريقة، هقول عبارة عن these are the action in which the rate depend on the concentration of three different substance or the third power of the first one substance. يبقى عبارة عن تفاعلات المعدل بتاعي او سرعة التفاعل بتعتمد على تركيز ثلاث مواد او تركيز ثلاثة مولكيول لمواد مختلفين، او على الثيرد باور على الاس رقم 3 لماده واحده. يعني تعالى نفسر التعريف ده بمعادله كده. ادي هنا عندي ثلاث مواد مختلفين داخلين في التفاعل، قدام كل ماده واحد مولكيول، يبقى واحد وواحد وواحد. يبقى ده التفاعل ده لو انا عملته في التجربه في المعمل ولقيت ان معدل التفاعل بيعتمد على تركيز الثلاث مواد، وهنا قدام كل واحده واحد مولكيول، هقول ده الثيرد اوردر اكشن. طب افترضي انا عندي تفاعل هي ماده واحده، وانا عملت التجربة وطلعت فعلا تركيز هذه المادة بيغير في سرعة التفاعل، بس المعادلة دي لما وزنتها لقيت ان المادة الوحيدة بتاعتي قدامها 3 جزيء، يبقى اذا ده هعتبر ايه؟ هعتبر الثيرد باور، يعني الاس 3، لان هقول ده اس 3، الاس رقم 3 او الاس الثالث للمادة الوحيدة اللي موجودة معايا في التفاعل. ده تفسير التعريف. تمام. طبعا في مثال بيقول لك ده تجربة فعلا وتفاعل فعلا موجود، اللي هو تفاعل النيتروجين اوكسايد، تمام، او نيتروجين اوكسايد مع الاكس 2. الاكس 2 دي ممكن تبقى ايه؟ مع الاكسجين، مع الهيدروجين، برومين، كلوراين، فهيديني المركب ده تفاعل فعلا ثيرد اوردر رياكشن. طبعا تفاعلات ثيرد اوردر رياكشن تفاعلات نادره، يعني مش موجوده بكثره. معظم التفاعلات الكيميائيه بتبقى غالبا يا فيرست يا سكند اوردر رياكشن. طب انا عايز استنتج ريت ايكويشن بنفس الطرق اللي اتعودنا عليها ل الفيرست والسكند. استنتج معادلة ازاي؟ هقول انا عندي اهو، ادي للتبسيط يعني، يا اما يكون عندي تفاعل في مادة واحدة او تفاعل في ثلاث مواد مختلفين. التي ايكوال زيرو يعني عند الستارت اوف الرياكشن بيبقى تركيز البرودكت زيرو، مفيش برودكت لكن تركيز كل واحدة منهم A اللي هو الانيشال كونسنتريشن. افتر تايم تي بيبقى تركيز المتبقي من كل مادة منهم A ناقص X، لان في X اتكونت من البرودكت. الريت يعتمد اكيد على التركيز المتبقي اللي هو الاي ناقص اكس في اي ناقص اكس في اي ناقص اكس لكل ماده. يبقى اذا الريت ده انا بشيل الكلمه وبحط بدلها دي اكس عند تي ايكوال كي على طول مباشره، احنا عرفنا بشيل البروبورشناليتي دي وبحط ايكوال ولازم احط الثابت كي، والثلاث اقواس دول بضربهم في بعض اس 3. طبعا احنا قلنا للتبسيط انا بفترض الاسهل لي انه الثلاث مواد كلهم تركيزهم واحد. طيب هعمل ايه؟ بفصل متغيرات وبعمل بعد كده تكامل. بفصل متغيرات معناه ان كل حاجه فيها اكس بجمعها في طرف والكي والتي في الطرف الثاني، فيبقى دي اكس على اي ناقص اكس باور 3 ايكوال كي دي تي. بعد كده بعمل انتجريشن للايكويشن دي، الحدود بتاع التكامل من الزيرو للاكس وهنا من الزيرو للتي، واتفقنا ان الكي بيطلعها بره حدود التكامل عشان ده كونستنت. تكامل الجزئيه دي هيبقى 1 على 2 اي ناقص اكس سكوير. لما نعوض بحدود التكامل هنلاقي مره، يعني مره اعوض بالاكس ان هي اكس، مره اعوض بالاكس ان هي زيرو، فيطلع لي 1 على 2 اي ماينس اكس تو ذا باور 2 ماينس 1 على 2 اي سكوير ايكوال كي تي. طب نعيد ترتيب المعادله دي شويه، ننظمها زي ما احنا متعودين. يبقى كي تي هتساوي 1 على 2 اي ناقص اكس تربيع ناقص 1 على اي تربيع، دي تمثل الريت ايكويشن فور ثيرد اوردر ريأكشن، هي دي المعادله بتاعتي. تمام. طيب انا عايزه اجيب الهاف لايف تايم زي ما احنا متعودين، عايزه اجيب القانون بتاع الهاف لايف تايم للثيرد اوردر رياكشن. بعوض تعويض ثابت ان تي ايكوال تي هاف، كل اكس اشيلها واحطها ايه على 2، فلما نعوض في الايكويشن دي هيطلع لي انه القانون بتاع تي هاف ايكوال 3 على 2 كي اي سكوير. طيب من شكل المعادله واضح لي جدا ان الثيرد اوردر التي هاف فور ذا ثيرد اوردر رياكشن ديبند اون ذا انيشال كونسنتريشن، لان الانيشال كونسنتريشن الرمز بتاعي موجود معايا في المعادله، اذا هو يعتمد عليه. لو انا عايز اعمل تمثيل بياني او جرافيكال برزنتيشن فور ثيرد اوردر رياكشن، المعادله بتاعتنا اللي احنا خدناها قبل كده بنبسطها، تعالوا نرجع لها تاني. المعادله دي هعمل فيها ايه؟ اولا انا هخلي الجزء ده اللي هو 1 على 2 a ناقص اكس تربيع في طرف، وادي الحاجات التانيه مع بعضها في الطرف التاني، وبعدين اتخلص من الاتنين اللي في المقام دي خالص، فهتطلع لي المعادله بهذا المنظر. هيبقى 1 على a ناقص اكس
تربيع بتساوي 1 على ايه تربيع بلس 2 كتير. ادي الواي اكسس، طبعا دي معادلة خط مستقيم من شكلها واضح جدا، وطالما عندي انترسبت يبقى اذا هذا الخط مش هيمر بنقطة الاصل، وانا عندي بلس فيبقى السلوب بتاعي بوزيتيف مش نيجاتيف. تمام. طيب يبقى دي الواي اهي 1 على ناقص اكس تربيع، التي هي دايما على الاكس اكسس، الحاجة اللي مضروبة في التي هتبقى هي السلوب بتاعي، يبقى السلوب بتاعي بيساوي 2 كي، وادي الجزء المقطوع من المحور الصاجي اللي هو 1 على ايه تربيع. عايزة اجيب اليونت بتاعت السبيسيفيك ريت كونستانت، برضو من القانون بعوض بكل حاجة موجودة معايا باليونت بتاعها، انا عندي مضروبة في سكند وعندي كل حاجة الكونسنتريشن هعوض بيه، فيطلع لي في الاخر اليونت بتاعت الكي فور ثيرد اوردر رياكشن مول لكل لتر اس ماينس 2 سكند اس ماينس 1. اتمنى تكون المحاضرة بتاعت النهاردة سهلة والمسائل نحلها ونضرب عليها، وان شاء الله المسائل هحطها لكم على الموديل، وبرضو نجرب، واللي مش عارف اي حاجة يسأل في اي وقت. شكرا والسلام عليكم.